الرقية على طريقة الواتساب، لا طريقات الواتساب، على طريقات الواتساب. واللي شك يجرب، ما كاينش حق، احنا راه ما مخبينش ولا كذا ولا هادي ولا. اللي شك وقال هاد الشيء ما كاينش، مرحبا، وانا في التحدي ماشي في المغرب، في العالم. بالنسبه لي خويا قلت لك كاينه واحد المفاجاه، اللي لا جاب الله واحد الكود الا خرج بيه غيتفاجئوا الرقاد ديال العالم، ماشي ديال المغرب. وانا كنحضر عراقي، كنحضر عراقي الا بغى يخطي شي خطوه على قدو. وياك وياك ثم اياكم تفوتوا على شي خطوه اكثر من الخطوه ديالكم. راه كاين شي سر راه باقي ما بغيتش نبوح به، اللي قالت لك غيتسائل فيه العالم، وغيتسائلوا فيه حتى دوك القنوات اللي كيدوزوا الرقيه الشرعيه. ومازال غيجي النهار اللي غتكون المفاجاه، وغتقولوا المصباحي قالها واحد النهار وكنا كنسحبوها كيهضر باغي يجلب الشهره لراسو. وقال لي كيتبعوا الراقي عبد العزيز المصباحي. بالنسبه خويا الرقيه، انا كنرقي على طريقه الواتساب، كنرقي في جميع الدول. كتعيط لي بالواتساب كتستقبلني، كنعيط لك بالواتساب كتستقبلني، كدير مكبر صوت، كتجمع الوليدات ديالك، العائله ديالك، كل من ساكن في الدار. الله يجعل لما تكون 20,000 الشرط ديال الرقيه، وهي فاش نبدا انا نقرا خاص لي باغي يتعالج يكون كيسمع، الودن ديالو تكون كتسمع ديك الرقيه. اللي عنده توكال غيبدا يتقيه، واللي عنده الجن كيبدا يتسرع. كاين البعض اللي كنقول له الو كتبدا تقيه، كاين البعض اللي كتقول الو كتبدا تسرع مباشره، باقي ما دابا يعني باقي ما قريت عليه ما والو. كاين البعض اللي كتحتاج واحد 7 دقائق، كاين اللي تحتاج نص ساعه، كاين اللي تحتاج ساعه. يعني الحالات ما متشابهينش. كاين اللايف اللي كيدخل يبدا انسان كيتفرج فيه هكا في الدار، الا دخلتي الدار كينوض القنبول. علاش كتكون ديك الدار عامره شياطين ما كتكون صافيه؟ اللي بغى يترقى مرحبا به. بالنسبه للنمره ديالي راه هي 06 34 18 10 95، يعني ما كاينش شحال ديال الاعداد في اي مدينه وفي اي دوله. ما خليتش دوله في العالم خويا، درت على الدول العربيه، دول امريكا، اوروبا، افريقيا، الشرق الاوسط. يعني كاين شي دول ربما الله اعلم غنكون واقيلا ضربت شي 120 دوله في الرقيد ولي شي دول، حتى ديك السميه ديالهم كنسمعها، يعني كنسمعها ربما سامعها شي جوج خطرات في حياتي ولا ثلاثه. فيما وصلوا المغاربه راني معاهم، فيما وصلوا العرب، في اي دوله وصلوا ليها العرب راني كنرقي فيها. رقيت نصارى خويا، واحد نصراني، واحد السيد ماشي يلاه الاول، انا غنهضر لك على واحد الحاله بعدا، عيط عليا قال لي انا مجوج بنصرانيه، واش ممكن هاد النصرانيه ترقى؟ يعني بالنسبه للعلاج الداوي يهودي، الداوي نصراني، اي واحد، اي واحد خلق الله، الله سبحانه وتعالى ما تا واحد ما حرمه من الرحمه ديالو. قلت له هاد المره ديالك ربما انا رقيتها وتعالجت، وهي دارت قال لك دارت 7 دوال وما تعالجتش، وإلا تعالجت هاد المرأة على يدي ربما قلت لي عادة غدات في حد في الإسلام، ونكون أنا أنت تزوجتي بها وما جريتيهاش للإسلام، ولكن نقدر أنا تعالج على يدي وتسلم على طريقة العلاج. أنا أي واحد من جميع الديانات، أي واحد طلب العلاج مرحبا، سمعت نخدم مع أي واحد. علاش حنا تغنفرقوا؟ لا حق هذا مثلا نصراني ما خصوش يتعالج، ولا هذا يهودي، كون فيك الرحمه. قلت لك جمع اي واحد عيط عليا كيتعالج، انا ما كنقصي توا. كان النهار الاول باش غنرقي انا في الواتساب، لو كان عاودت لك على الواتساب كيفاش انا غنرقي فيه انت غتبقى غتستغرب. السيد جاء انا يلاه بديت كنرقي الرقيه، حيت انا ماشي فقيه، انا غير هذه بركه جابها الله سبحانه وتعالى، حكمه ديال سيدي ربي. انا كنغلط في القران، كنغلط في القران، هو حبسني بديت كنرقي فيه، حبسني قال لي احبس. قلت لي مالك؟ قال لي القران خصو يتقرا كما هو، انت غلطتي جوج خطرات. قلت له ودي انا راه انا ماشي فقيه، انا راه يلاه كان يعني راه كنجتهد من عندي، كنجتهد من عندي، ولكن انت جيت علاج راه غيكون العلاج باذن الله. انا راه كندير معك السبب، وراه غير خلي الحصه تكمل، وراه هاد السيد ربما غيتفرج فينا، راه من عند السوالف اضرب 37 راقي. يعني السيد بحال قلتي قطع يعني الياس ديالو من العلاج. عييت فيه ما بغاش يكمل العلاج. انا فاش السيد مشى بقى فيا الحال،
يعني علاش انا ما صبرتش ليه وراه عييت فيه قلت ليه بقى ترقى، ولكن هو صافي داك الجن ديالو، هو الجن ديالو هو اللي دار ليه هذاك الشيء باش يهربوا من عندي باش ما يترقاش، لان الجن كيحس بالضغط. الجن راه ماشي راه هو خطير، كيخصو يخلق لك شي حاجه بينك وبين الراقي والمرقد باش يتهرب على العلاج. المهم غنصيفط ليه اوديو، حل داك الاوديو، مني حل داك الاوديو مشى ليه بحال نحل مع 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 الجسد ديالو. 15 يوم اخرى عاد عيط ليا، مني عيط ليا تا كيقول لي جاوا كي قال لي ودرها شوقع ليا شوقع ليا شويه تا كيقول لي قطع قطع قطع. قلت ليه مالك؟ قال لي ودي راه بحال نحل هو ديا ثاني مع صحتي، راه كي داك النهار كي دابا. قلت ليه داك الشيء اللي كنت باغي نجاوبك ربي راه جاوبك في التليفون، وانا كنقول يمكن انا عندي شي سر هنا في هذا التليفون. عيطت السيد في التليفون، صدق الله داك، بديت كنرقي. ها هذا هو البي، هذه هو طريقه البدايه ديال الواتساب. هو شوف ها هو هذاك السيد قال لك يعني شحال من واحد يعني شي حاجه كتقول هذه راه شر ليا، ولكن هي كتصدق لك خير، وشحال من حاجه كتقول هذه خير وهي كتصدق لك شر.